شكرا محمد المبريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير، احييكم وارحب بحضراتكم اجمل واطيب التحايا في هذه الامسية الخاصة بسن اللقاية. هجني اصحاب السمو والشيوخ والسعادة وانطلاقات الاشواط الرئيسية المسائية في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم. اعلنت رسميا الانطلاقة الخاصة بالاشواط الرئيسية للقاية وهذه السبق المعروفات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الاصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا، وبداية نهني هجن الشحانية على انتزاع وتحقيق مسرى للشوط الرئيسي الاول، خاطفة اول الاشواط الرئيسية، محققة ومهدية عشاق الادعم ناموسا مسائيا في هذا اليوم. تهنئة للبرنس جار الله بن عقيل المري الذي قادها في الشوط الرئيسي محققا ومهديا هذا الناموس المسائي اليوم. على بركة الله معنا شوط لا يقل اهمية عن الشوط الماضي، شوط رئيسي محسوب هذا الشوط، شوط رئيسي اول خاص بالقعدان له مكانته عند المضمرين الكرام. كل المضمرون الكرام لهم اهتمام خاص بهذا الشوط الرئيسي، يحرصون على انتزاعه وتحقيقه. الله يوفق الجميع ان شاء الله. البداية ومقدمة الشوط اللي يتربع على عرش ومقدمة هذا الشوط، المركز الاول زيزوم على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط، يقود الاسماء بالشعار الادعم وهذا مضمر مسرة اللي يقدم زيزوم بالمركز الاول. جار الله بن عقيل المري برنس المضمرين على المركز الاول، المركز الثاني مهلي على المركز الثاني، بالمركز الثاني الهجن الشحانية عند سالم بن فاران الذهبي، المركز الثالث نقلة اخرى الى ثالث المراكز عليه الرقم واحد نمبر ون على المركز الثالث، وهجن ام الزبار ويضمر حمد بن سالم بن زاهرة في المركز الثالث. على المركز الثالث المركز الرابع يتواجد وقاد على المركز الرابع لهجن ام الزبار ايضا يقوده المضمر محمد بن مخيت بن برقان. المركز الخامس هناك يتواجد حالول على المركز الخامس قادما بهذا الشكل وهذا الاداء الغير ما شاء الله. على المركز الخامس الهجن الشحانية يضمر المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الاولى اعلنتها لحضراتكم متابعينا مشاهدينا الكرام. نداء الاول لهذه المجموعة التي تتكون من خمسة اسماء وخمسة ابطال وخمسة عمالقة وخمسة شعارات وخمسة قعدان مشاركة في المراكز الخمسة الاولى المصرح لنا باعلانها، لكن عودتنا دائما الى ركب المقدمة كما يقول الزملاء دائما، الى ركب المقدمة الى المركز الاول الى صدارة ومقدمة الشوط. يا سلام مهرجان المؤسس، مهرجان يجمع بين الشعارات الكبرى من ابناء القبائل والشعارات الخاصة بهجن اصحاب السمو والشيوخ والسعادة. لقاؤنا اخوي كبير يجتمعون في قطر المحبة، قطر العز، وعشرين 22 غير 22 غير في قطر، افراح قطرية في هذه الايام المباركة. ولا يفوتني يا اخواني تهنئة العرب جميعا بمناسبة الفوز التاريخي مساء البارحة للمنتخب المغربي العربي بفوزه تاريخيا. الف مبروك للاشقاء في المغرب، التأهل الى الدور النهائي لاول مرة في تاريخ المنتخبات العربية يتأهلون، هنا انجاز للعرب في مونديال العرب. تهانينا للجميع. يا سلام
نعم نحن قلوبنا مع المغرب، المغرب العربي. على كل حال اعود الى المركز الاول، الى مقدمة الشوط، الى الصدارة، الى اللي يحتل المركز الاول برنس المضمرين، يقود الاسماء مضمرا ومتابعا لهذا الزيزوم، زيزوم على المركز الاول. هذا المضمر البرنس خذ الشوط الرئيسي وطماع له بشوط رئيسي اخر. يحق لك ايها البرنس، يحق لك الطمع في الاشواط الرئيسية كعادتك ايها البرنس. يا سلام، نعم مطمئن نوعا ما، لكن هناك الذهبي، الذهبي، من لا يعرف الذهبي، احد اعنف المضمرين دائما في الاشواط الرئيسية، سالم بن فاران المري هو الذهبي بالفعل، يعشق الذهب هذا. هذا سالم بن فاران يتابع مهلي على المركز الاول اللي غير في مقدمة الشوط، وجاهم من يمين، جاهم من يمين، لكن وصل مذهل. اهلا وسهلا ايها الشبل، شبل المضمرين، هذا الشاب المميز من الوجوه القطرية والكوادر القطرية المميزة في هذا العالم الساحر، نشأ مميز ينشأ في قطر مع هذه الرياضة العربية الاصيلة، من ضمنهم جابر بن سالم بن فاران احد الشباب المميزين، يصارع العمالقة. شوفوا يا اخواني، يصارع الكبار، يصارع الكبار سالم بن فاران وجار الله بن عقيل ومحمد بن خالد العطية. هذا الشبل اهلا وسهلا، دعني معك ايها الشبل، خذني معك مع مذهل الى خط النهاية. مذهل 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 الشحانية، وجايهم باسم ثاني، جاهم باسم ثاني. مستحيل مستحيل، دير بالك من محمد بن خالد العطية يا جابر، يا جابر روح روح ايها الشبل، الله معاك الله معاك. يوه والله خطير، والله خطير، والله خطير، حلول يا جابر، يا جابر خطير، حلول المركز الثالث. روح مع مستحيل، لا مستحيل مع الادعم، لا مستحيل مع شبل المضمرين، مستحيل يحقق الشوط الرئيسي، يحقق، يهدي عشاق الادعم ناموسا مسائيا ورئيسيا وعروض ولا اروع ولا احلى يقدمها هذا الشبل. اطمئنوا يا جمهور الشحانية، اطمئنوا في سن اللقاية، اسماء ذهبية يقدمها، يقدمها وعروضا مميزة، تهنئة للادعم. جود افترنون جابر بن سالم بن فران، مضمرنا المميز الشبل يقدم مستحيل، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني مذهل لجل الشحانية عند ايضا جابر بن سالم بن فاران، قدم اسمين عملاقين وكبيرين في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثالث، المركز الثالث حالول لجل الشحانية عند محمد بن خالد بن عبدالله العطية. رابعا رقم اثنين زيزوم الهجن الشحانية عند البرنس جار الله بن عقيل المري. خامسا المركز الخامس مهلي الهجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، ناموسا ولا احلى ولا اطعم ولا اروع وعروضا مميزة يقدمها هذا الشعار الادعم. بدأ الجد بالفعل، بالفعل بدأ الجد، خلاص اول مهرجان وظهور نوعيات ذهبية بين قوسين، نوعيات فاخرة يقدمها هذا الادعم. التوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية، 55 جزء من الثانية، هو توقيت مستحيل لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني مذهل للهجن الشحانية مع المضمر ايضا جابر بن سالم بن فاران، كما تتابعون على الهواء مباشرة. 7 دقائق 36 ثانية، 77 جزء من الثانية، وتوقيت صاحب المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث 7 دقائق 38 ثانية و 73 جزء من الثانية، صاحب المركز الثالث حلول لشعار هجن الشحانية عند المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية.